اطلع. والست اللي قبل اول واحد طلع اول واحد طلع منه غسان. غسان اول ما طلعت دق علي سبقني، والله سبقني اني حاط لقمه واخوان ابدق عليه هو سعود. شلون دق اول عليك؟ اول ما دق علي سعود وبعده دق علي ايه روح وبعده غسان دق علي وبعده فهد كنعان وفارس ونعم ونعم والله ولي النعم ابو كنعان وفارس خالدي وسالم ومن فلاح عيال كلهم والله ما ودي اذكر والله والله فهد كنعان والله العظيم اقسم بالله يوم طلع اني ضقت سعود معلم شوف الشباب بث معي اوه يا سعود وكلمه كله سعود كان قال لي كان سعود فتحت معه كان بيني وبينه شفره في البث نحو الطريق المنحدرة اتجهت نحو اليسار ويكرها ضحك يكرها ضحك يا شفرة دي ما أنساها لو إيش رأيك عليه شوف عاشوا معنا خمس أيام دي ست أيام لكن والله أيام وتصفيات لكن في ذمتي إنهم عاشوا معنا البرنامج كله والله العظيم إنهم معنا وعدهم نعم أنا قلت لكم موقف مع فهد كنعان فهد اليوم بالمجمع أنا جيت المقابلة حق الكوفي أي جيت المقابلة مريت وين المجمع ما ادري يوم ما بدخل برنامج خلاص ايه صفطنا وين جنب مطعم مشهور عارف بس وقفنا قدام كافي ايه دخلنا مطعم بعد اخوي قاعد يحضر حق الجامعه وطلاب من شنو طولنا بالاكل طلعنا مرينا الكافي كم نجيت هنا ايام تصفيات ايه قال انا شفتك قلت وين قلت ما جيت بالكافي صفطت ورحت قال والله نطرتك فوق ربع ساعه بعزمك انا ادري ان انت معنا بسكريبت لا ايوه رسمه انا يمكن متواجهين قبل لا انا وقفنا وين قدام كافي فات كنعان بالمجمع ايه ايه نزلنا وشافنا من هذا وما لحق علينا وكان داخل عند الباب يا حبيبي دخلنا وين المطعم هذا طولنا اخذنا يمكن فوق 25 دقيقه نتغدى مطعم جنب الكوفي ايوه بالايباد فهد حق الطلاب من الامور هذه طلعنا قلنا بنمر الكافي دخلنا الكافي قعدنا بالكافي بربع ساعه نصور سوينا من اعجبنا الكافي والعمال استقبالهم وانجليزي يسولفون مع فهد اخوي والكافي شرح كافي مو كبير حيل يعني كافي يقعدون فيه مجموعه مو واجد الطعم قوي وصور اعلان انه بالمجمع ومشي وقابله هنا لقى انا شفته كنت ما مريت بالمجمع كذا قلت له قال والله نطرتك وبقهويك بس ما حافني الحظ وانا كنت مستعجل نطرتك وانت ما طولت قلت والله اعتبر ان انت عزمي من الامور هذه قلت كافي قسم بيت الله اعلم قهوته طيبه قهوته حلوه انا اشرب فيسكست عالميه بارد انا بارد انا والله الكافيهات هذه ما اعرفها طيب ما اعرفها صدق يعني اذا رحت يطلبون لي هم ما اعرف شيء ابد ما في قهوه نهائي يعني بطرب بقول كذا وكذا لله اي والله انت تدري ستاربكس عشان تطلب نحو الطريقه من الحدر نحو الطريقه من الحدر لا تقول اسمه صح يا الله انك تقبل يا الله انك تقبل تعالوا تعالوا والله انت كم ما قمت يمكن ما حد درى عنك كم تعال والله مهم درى خلق الله كله والله يعني نكبته نكته جيده شكرا واقول لك المكان ذاك طال عمرك خليني اكمل لك الجو هي خربتي ايه طلب واحد طال عمرك عن 10 جمل وش اسمه طلب واحد عن 10 جمل 10 جمل جمله كامله 10 مثلها 10 اسطور ايه عشان تطلب يعني علم ضاحي فيه ايس موكا حليب مدري ايش شوكولاته طبعا شفت الكلمه هذه ايس هذه بخمسة ريال موكا بخمسة ريال اللي بعده بخمسة ريال واحسب كل كلمه تقولها بخمسة ريال صار عليك حساب بس عاد طالع الكوب ب 70 ريال 80 ريال وانت ماشي وانت ذكاء شنو هاي كيفك و70 انا 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 سوق على اسمه برشلونه يضحك عليك سعره 15 21 اسمع اسمع ايش قال قال السبريسو ما ادري وشو ابي اطلع قلت يلا سبريسو ولد عمي اسمع قلت يلا سبريسو يوم شربته يا من الموت الحمد مرن ما ينذاق هذه مو قهوه هذه والله العظيم يا رجل صدع براسي من مرارته هذه مو قهوه بعد زين هذه وش هذه قال هذه قلت يا رجال ما ابيه لا اي هذه سبريسو هذه البني طحنونه
يا عمرو يا احمد كلنا اليوم 90 يا كلنا عليك اسبرسو مو قهوه قهوه البن ينطح نصير نفس سودة سودة اي البن هذه ما يحطون معه يحمسونه ويطحنونه تشربه اعوذ بالله والله العظيم ما يشربها لا البن على طول بدون حمس حيل ادري يطحنونه لا ويقول تكيف ما ادري شو هذه على طول يعني سودة وشارب معدتك بالله تفرم لك المعده ابو حمد باقي ترى في سنجل وفي دبل في قهوه دبل انا صغيرت هذه انا بس صغيرت هذا سنجل في دبل كذا ب 12 ريال ترى يا والله لو هي لو يعطينا هديه قلت بس اعرف لك واحد يقول هذه كنت اشربها قبل كل نادي مع موز ما رضي ولد لا ايش مع موز ايوه مع موز اشرب قهوه ايوه ادخل نادي اصبر ما قلت انا اشربه كذا كذا لا وانا رايح النادي اخذ اسبرسو اشرب اسبرسو اللي واصل النادي خلاص اسبرسو انزل ابدل ملابس البس لبس التمرين اطلع من الشنطه موز اكله وادخل حبيبي مي عصي مي حليب ولا ما اسبرسو طال عمرك يجيك حرق يتنشط ينشط ثلاث ايام صاحي عرفت ويقعد ثلاث ايام صاحي الا ريا انا اشهد ان الا ريا ما ينفع اذا شربها يرقد عكس خلق الله والله العظيم خسار حق العظيم رح كنا نسولف الحين قبل شوي بالله راح تكفى خذ القفو ليش قفو تقعد هلا انت تصدق والله انك تعبان واضح وجهك انك تعبان مره لا يا ولد تعال والله بعد على طاري القهاوي انا مره كنت كافي قبل مره مركايه انت يا ابو حمد كافي راح ام الهياط ما كذبه هذا كان انت اللي ضاحي دخلت الكافي ايه جالس بكافي من هو ذا انا جالس بكافي بالحفر حطور 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 انت بقيت سالف انا لا لا بلحفه ثاني انت قلت منطقه ثانيه بلحفه هذه السالفه قبل رمضان جالس بكافي وبث تيك توك الله يرحم والديك لا تحت الكون العدد لا يتجاوز وشو سعد تعرفون النغزه؟ عبود زين فهمتوا؟ ايه عبود اسمع مسعود كنت بكافي قبل رمضان نغزه اسمعني كنت بكافي قبل رمضان وبعد تيك توك على الساعة 9 الصبح 10 بشتة إلى طاري مشتة قبل رمضان يعني فترة كريم ينبس صدق تيك توك تفاعل وهذا الحين شوف شبة ناخذ يسبط الشخص ينزلون اثنين توهم جايين من البر بدو والله ما ادري ايش اقول لك بس اني صادق بهالموضوع دخلوا السام كان فلبيني موجود والفلبين موجود السعودي اللي هو خويه ترك مطيره مساء بخير ما هو موجود السلام عليكم السلام شنو في يقرا منيو قال خلاص عطنا تشيكن سبانش طالع انا سمعت جنبي ايس تشيكن وش يعني دجاجه بارده سبانش تشيكن دجاجه ويضحك الفلبيني ايس تشيكن ما يتجي تشيكن دجاج هو ايس تشيكن لا ما في تشيك ولا تشيك تشيك يا حلا هذا حلا والله مو بسيطة هو يبي يقول ايس تشيكن عبد الله شرهيب ابن حضران ولا طلب خطا ايش فيك؟ هذا شكله شارب سبيرتس وجاي صح؟ اذا بتطيحنا رجعنا ورا قدام عندنا ارجيل خطا تسوي يا اخي معها تعال تعال يلا جرب مره ثانيه ثقيل اجمال انا اقول لك اكسر ظهرك لا تكسر ظهرك الغالي اجمال يا ابو خالد ظهرك ظهرك صاح انت صاح انت واحد مري واحد شمري خبل انت افا عليه قدامكم عنزي اجلس يو لا تشدون بس اجلس عليهم بس على ظهرك مشعل جرب والله يلا انا حلفت اخر مره ساعدوني يا عيال ساعدوني تفضحوني قدام متابعين ساعدوني مسعود يلا يلا سلك ما تدري سلك انت عنزي افا عليك يلا والله لا طيح لعيونهم يا مال العز يا مره يا مال العز ما طاح ها شايرهم تشوف ها شوف اللعبة تحداك بتسوون مثل خلاص خلاص لا تفلها خلاص رجع يسولف يا ابو خالد مو طالع على راسه في طلب خلاص في طلب في ستاربكس اسمها لا 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 ضايقونا لا ضايقونا يا ولا خلوه ايوه اسلم اسمه على بطن سالفه حقوت بسام ايس تشيك دبشت كراميل اب اند داون هذا بس كافي هذا بس كافي اسمع شلون شلون هذا هو اللي اقول لك عليه 10 جمل اسمع ايس شيك دبل شيت كراميل اب اند داون ما شاء الله تقول ايش معناها هذا طلب احبها انا من لك 1000 ريال عيد عيدها وقف طراها تقول ما في عيدها لك 1000 ريال يا مسعود اي بس بهالكافي هذا ما عنده اسمع فجاه قال ضحك في بني يقول له انه ما في قال خلاص عطنا ايس بنش يبغى دجاجه
يبي دجاجه مع قهوه. دجاجه يمكن هو يمكن طالب اي تشيكن قهوه دجاج مع اسبريسو عادي. طيب من اللي بيقدر يفسر لي الطلب ده؟ عيد انا عيد عيد ايس شيك دبل شت كراميل اب اند داون ايس لا تطلب دجاج ايس تشيك. شوف في القانون اللي قلت لك قبل شويه كل كلمه ايش وش سريع ايس تشيك كم شيك احسب احسب مسعود احسب احسب قول ايس ثلج دبل شات شات كراميل كراميل اب اند داون ايس تشيكن يعني ب 35 لو ايس تشيكن دبل 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 تعرفون انتم اي تشيكن ايس ايس تشيك ايس تشيك عدد دبل شات هذه اسم كراميل كراميل اب اند داون تشيك هو نوع الايس تشيكن 7 دب مو تشيكن استرالي يا اخي سلطان مو تشيكن يا تشيكن مو تشيكن الطلب ذا يوجد في كافي من الكافيهات ها كافي ايس تشيك دبل شت كراميل اب اند داون ايش معناها؟ ايس تشيك دبل ان دبل شت دبل ان دبل شوت دبل شت دبل شوت شوتها في السياره دبل شت كراميل طبعا ايس والله ما ادري اصطول ربي ما ادري شو الطلب اب اند داون ايش معناها؟ اب فوق فوق وتحت داون تحت قبلها كراميل وشلون؟ الكراميل فوق وتحت حلو؟ نبدا من طيب دقيقه طيب لما تقول عصير كراميل فوق كراميل تحت لا انت فلبيني ما اعرف عربي هذا انجليزي اكوز مي الكف الاخضر هذاك هذا انجليزي مو فلبيني دبل شوت كراميل اب اند داون جو جو ايس ايس خليني احفظ عشان طلعت طيب خلاص معطيني حريمه خلاص طيب اصبر اصبر دقيقه دقيقه او قهوه عربيه بدله ما داني ها طيب دقيقه دقيقه صار عندنا 10 ما جت نبي نبدا من عند من عند سلطان من عند سلطان كل واحد يقول ثلاث جمل عن نفسه باللغه الانجليزيه يلا انا يلا سلطان ايام سلطان ونعم نعم يا زود يا اللي يتخصص انجليزي هو نعم يتخصص ايوه زميلي يا عيال ترى اي فروم اي لايك اي لايك فوتبول اند كاميل اند بليز بليز جيف مي تي وذ ميلك الله يبي حليب ملك ملك اوف اوف كامل ملك كامل تبى ملك جيف مي تي وذ ميلك جو ملك كامل لاست جيف مي اسمع نو بروبلم نو بروبلم ويت جايز ويت جايز نو وايت نو وايت نو وايت 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 وجهك اجلس خل الرجال يسلم اسلم ابوه بليز بليز تبغى بليز ريلاكس 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 سيت داون سيت داون ستاند اب ستاند اب خلي الرجال يجي يسلم سالفته ستاند اب بليز وان مينيت يي ملك كامل يس نو بروبلم اكسيت من منتجع اكسيت ار جو كامل اي مي والله ما تعرف معه كله شنو اسوي قضيتها بدت تقاطع العيال بدت تقاطع ترى مشكلتي اعرب اعرب الانجليزي انا انه يقول محمد الحارثي انا سيد نعم. محمد الحارثي لايف ودي ترج انه يقول اي ليف انه لايف ترج انه يقول مواليد ترج من الناس اللي تفضل يا رب احدكم افصل صدق انا الحب تراحي بالمطر والله ما ادري الشر الله العافيه يا ابو نعم يا ابو محمد ايش الفقر اللي عندك نعم هو نعم راح انا امور على الفريق اسلم عليهم والله بخويك بخوي اركب يا عيال تعال يا اركب على اللي وردوها دقيقه يا عيال خل الرجال يكمل سالفه لا ما قلت خذها كامله يا سياف خذ سياف يا سياف اخذ يا سياف اسلم سالفته ماي نيم ام سياف الحارث ونعم اولد ار يو خذ حلاوه اولد ار يو تعال تعال اوكي كيب جوينج 22 22 اوكي اي ليفن خلاص وادي ترج خله خذها مريض يروح يفصل ايام ايام لايف تو بلاي فوتبول ليه فوتبول لايف انا احب يو والله يا رجل خل رجع يقطع سالفه الاجل ولا صبر يا فيديو جيم مجمول والانتظار بولينج والسبب غيبتك ثانك يو فير ماتش يا صاحبي ميرسي ميرسي وش جرى فريند مشعر ايام طلع 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 يا صغر خلك خلك كذا كلمنا كذا كيف كيف جوينج مستر عبد الله الشلهيب لا عزوز عزوز ان شاء الله انا نزي اي ام هي از فروم ارجون جورجن اي ام عبد الله الشلهيب
ايام فروم سعودي ايام ضحي ايام فرو ايام فروم سعودي عربيا اند هافر باتن ايام نعم يا زين سلم علينا كل تكلم لوف مي لوف مي اند شوبينج اند تي في اند فوتبول اند ترافل كله اند 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 ليه و سفر وكذا مو مو اند و يا رجال خلي الرجال يكمل سالفته وينهي وين رايح قريب يلا طيب يلا ما خلص والله يلا يا عبد الله بنعرف عنه بالانجليزي ما تستحي ياخذ نعولك وياخذ مدري وش لا تكذب من عولي ابو رجال دقيقه دقيقه بس خلص My love shopping and I love I love or I like I like I like travel and shopping and TV and and games and car باقي باقي شوي يا تخليه يبدين شويه ولد يفكر ولا 20 في فقره thank you mister you are welcome anytime عبد الله شلهيب انا سعيد جدا I like you اوكي الحين يجي دورك على الدور لو سمحت سبيد 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 على الدور شباب اقعدوا بس كريزي مستر مستر ريان الامري كان يو سبيك بليز سيت داون سيت داون بليز سيت داون يو يا ابو شرف يو اصبر يا رجل يو كريزي كابيتال طيب ماشي يو كريزي كابيتال يلا تفضل ريان العامري دونكي ايام ريان ما اعرف اللغه الانجليزيه هلا هذه الكلمه بس الحين يجي دورك يعني اسد تفضل يا ريان خلني يا خلني اتكلم استنى يا ريان لا تجادلك الحين استنى يلا لا يكثر لا يكثر ايام ريان طلال العامري انجليزي كذا اي فروم العرضيات عند الحفياء وش ملعب هذا من بلاد العوامر هذه قريتي يا وري ونعم ونعم والله والله الله لا يجعلنا موقف الفرد والله ما ادري والله اللي ما ادري والله ونعم الله يهديك يا مشعل الله يهديك سامحك يا مره يلا يلا اعتذر لبلاد العوامر يا مشعل والله انا اسف يا العوامر على راسي والله اني ما ادري والله مسامحني والله ما عاد تقول شيء خلاص والله ما عاد انت عارف اللي بقلبي انا زين لك شمري وانك مرس قلبي ما عليك زول والله شمري ما عليك زول ايام فروم ايوه الدواسر ايام فروم العرضيات ونعم يا بلاد العوامر وسبعه انعام اي لايك اي لايك الدواسر الدواسر امدح شمر وعنوز الحنا نعم والله الدواسر ذمتي اي والله انكم نساب وعواني واخوان بعدين بعدين كمل الحين انجلش سبيد 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 اي لايك اي لايك فوتبول اي لايك فوتبول اند ترافل اند اند سوني عند سوني دريف كار درايف كار درايف كار عند سبيد اي ماي فريند ماي هانجر ماي هانجر مع الهانجر روح وان ويت 5 مينتس بليز